في ريف دمشق فككت إحدى وحدات الهندسة عبوة ناسفة زرعتها المجموعات الإرهابية المسلحة في أحد الشوارع بالقرب من ساحة الشهداء في دوما. وفي دير الزور فككت وحدات الهندسة أيضا عبوة ناسفة مطمورة تحت التراب زرعت ليلة الخميس أمام مدخل مسجد عمر بن الخطاب وسط مدينة البوكمال ليصار إلى تفجيرها بعد خروج المصلين من صلاة الجمعة لإيقاع أكبر عدد من الضحايا. والعبوة صندوق معدني يزن نحو 3 كيلوغرامات محشوة بمادة متفجرة وفي داخلها صاعق ومدخرة وجهاز لاسلكي مع ساعة توقيت.